وفرت مواجهات جرت بعد ظهر اليوم بمعتمدية فريانة من ولاية القاسرين بين عناصر من الحرس والجيش الوطنيين ومجموعة مسلحة. تحدثت بعض المصادر عن كونها تضم 4 أفراد تسلوا إلى التراب التونسي من الأراضي الجزائرية. أسفرت عن وفاة عون بالحرس الوطني بعد إصابته بالرصاص على مستوى الظهر حسب ما نقلته شهود عيان، وكان مصدر صحي بالمستشفى الجهوي بالقاسرين صرح أن المتوفي الذي أصيب بجراح خطيرة بسلاح ناري فارق الحياة بالمستشفى وين تم نقله لتلقي الإسعافات. كما أدت المواجهات هذه مع المجموعة المسلحة لتبادل كثيف لإطلاق النار مما أسفر عن إصابة عدد من أعوان الحرس الحدودي بجروح. وحسب آخر الأخبار تتم الآن محاصرة المنطقة بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية مكثفة لتمشيط المكان، وما تمش إلى حد الآن القبض عن أي عنصر من المجموعة. وفي أول ردود الفعل أصدرت وزارة الداخلية بلاغ نعاد فيه الوكيل بالحرس الوطني أنيس الجلاسي اللي قالت أنه استشهد في المواجهات هذه أثر إصابته برصاص مجموعة مسلحة تم ضبطها أثناء عملية تمشيط مشتركة قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين وإدارة الغابات بجبل السنك سميدة من معتمدية فريانة وعلى بعد 10 كيلومترات من الحدود التونسية الجزائرية. كما نعى الاتحاد الوطني نقابات قوة الأمن التونسي الفقيد في بلاغ أصدره منذ قليل. ومعنا على الهاتف السيد خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. سي خالد مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. سي خالد، آخر مستجدات وزارة الداخلية شنو الأخبار اللي عندها حول ما صار في فريانة في القاسرين؟ شكرا. كان تسمح لي في البداية باش نجدد مرة أخرى باسم الأسرة الموسعة لوزارة الداخلية أحر التعازي والمواساة لعائلة الشهيد الوكيل بالحرس الوطني أنيس الجلاسي اللي فارق الحياة اليوم وهو يؤدي في الواجب نتاعو بكل شجاعة وطنية. كما قلت تلقى إصابة بالرصاص من مجموعة مسلحة تم ضبطها في المنطقة هذه في جبل السنك في تم مسميدة مع تمديد فريانة. وتوى الوضع وأنه تم دفع بتعزيزات هامة من الحرس الوطني والجيش الوطني وتم تطويق المنطقة ككل وتتواصل العملية نتاع التمشيط باش إن شاء الله كان هكا ننجحوا في القبض على عناصر المجموعة المسلحة هذه. تم أيضا التنسيق مع السلطات الأمنية الحدودية الجزائرية الأمنية والعسكرية أيضا باش من شيرة الحدود الجزائرية زاد يتم تطويق المنطقة وتم تسخير زاد الوسائل اللازمة حتى فما طائرة مروحية موجودة و ان شاء الله العمليات التمشيط هذه باش تواصل ان شاء الله حتى نقبض على عناصر المجموعه. سي خالد، يبدو انه في الاشتباكات فما عنصر من العناصر هذه هو بيدو تجرح لذلك فما عمليه تمشيط يمكن للقبض عليه، صحيح الكلام هذا ولا غلط؟ لا، ما عندناش معطيات هذا كما ما عندناش معطيات ذكرت فما اصابات اخرى، ما عندناش معطيات على اصابات اخرى على المرحوم كما قلنا الوكيل الحرس اللي توفى. ما عندناش معطيات على العناصر واكيد ما نجموش نقولوا حتى شيء توا خاطر نجموا نعطيو معطيات التي كي نشدوهم ولا نشدوا عنصر منهم توا ما نجموش نقولوا حتى شيء. نقولوا انه وحدات بكثافه موجوده مطوقه المنطقه ككل ثم تنسيق كما قلنا مع الجهه الحدوديه والوحدات الحدوديه الجزائريه وان شاء الله نتوصلوا الى القاء القبض عليهم. اكيد ممكن تعرفوا ساعات الليل العمليه معناتها ما تكونش سهله ما العمل باش يتواصل على طول الليل وان شاء الله في اقرب وقت تنجح الوحدات الموجوده من حرس وطني وجيش وطني في القاء القبض على عناصر المجموعه. سي خالد، فما زاد اخبار اخرى رجت انه ينجم يكونوا مجموعات تابعه عمليات التهريب والا تنجم تكون مجموعات يمكن متطرفه ولا مجموعات ارهابيه، ما عندكمش معطيات؟ ما عندناش معطيات كما قلنا ما نجموا نحكموا او نعطيو معطى الا من نوقفوا مثلا العناصر هذوما ولا واحد منهم باش نتوضحوا تتوضح لنا الصوره. ما توا ما نجموش نعطيو حتى معطيات الا ما ان شاء الله تنجح العمليه الامنيه المتواصله هذه وقتها نجموا نعرفوا كل شيء ان شاء الله. هل التعزيزات هي تعزيزات كبيره اللي وصلت للمنطقه؟ اي نعم، تعزيزات كبيره عسكريه وامنيه من وحدات الحرس الوطني كما قلنا فما حتى تخصيص طائره مروحيه قاعده تشارك في العمليه هذه وتنسيق كما قلت لك ونعاود تنسيق زاد تم مع السلطات الامنيه الجزائريه
وان شاء الله ان شاء الله ننجحوا في القاء القبض على العناصر هذوما. شكرا لك سي خالد طروش، نتقرسمي باسم وزاره الداخليه، شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه.